أهلا بحضراتكم من جديد في المواجهة، وهنتكلم دلوقتي عن تطوير منظومة التجارة الداخلية في وزارة التموين على مدار السنوات الست الماضية. إيه أهم خطط تطوير المنظومة وأهمية تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، وإزاي نجحت الدولة طوال فترة جائحة كورونا إن هي توفر كل المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن من غير ما تحصل أي أزمات أو زيادة حتى في الأسعار؟ كل الأسئلة دي وغيرها هطرحها أو هناقشها مع ضيفي الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز التجارة الداخلية. أهلا بك يا دكتور، منورنا. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. كلمنا عن الأول يعني اهتمام القيادة السياسية الواضح جدا بأنه دايما يكون في مخزون استراتيجي كافي لفترة مقبلة، يعني لفترة للأمام يكون موجود ويكون كافي ومؤمن، وكمان اهتمامه بفكرة المجمعات الخاصة بالمخزون الاستراتيجي يا فندم. أنا بشكر حضرتك. طبعاً القيادة السياسية تولي اهتمام كبير بملف التموين والتجارة الداخلية، وهناك متابعات يومية من قبل فخامة الرئيس على شقين المخزون والأسعار. فمهم جداً أن الوزارة تحتفظ بمخزون آمن من السلع الأساسية، مش كده بس، عندنا احتياطي آمن من السلع يفي باحتياجات المواطن لفترات تصل إلى 4 شهور و5 شهور. مش كده بس، احنا بنعمل مستودعات استراتيجية بتكلفة استثمارية تصل إلى 40 مليار في 7 محافظات لزيادة الاحتياطي السلعي من 4 و5 شهور إلى 8 شهور. وأنا بتحدث عن الأصناف الأساسية في المقررات التموينية، بتحدث عن لحوم، عن دواجن، عن بقوليات، على سكر، على زيت، على كل الأصناف اللي هي موجودة في المقررات التموينية. الحقيقة هناك إقبال شديد من قبل الشركات الكبيرة إن هي تقوم بإنشاء وإدارة وتشغيل هذه المستودعات. إحنا بنستهدف مستودعات من أول 20 فدان حتى 100 فدان. وبدأنا المرحلة الأولى، والنهاردة كان عندنا جلسة الاستفسارات لهذه الشركات، وأحب أن أقول لأول مرة وده حصرياً لحضراتكم أن تقدم عندنا 9 شركات سحبوا 17 كراسة على 4 مواقع، يعني كل موقع عليه إقبال 4 times 4 أضعاف. الحقيقة الملف بتاع التموين والتجارة الداخلية أهميته أن هو يمثل خمس الاقتصاد القومي. خمس الاقتصاد القومي، لو أنا بتحدث عن إجمالي ناتج محلي 5.7 تريليون جنيه، قطاع التجارة يمثل 1.2 تريليون جنيه. وتاني أفضل قطاع من حيث معدلات النمو، معدلات النمو في قطاع التجارة 12%. فالحقيقة هذا القطاع هو قطاع حيوي، قطاع اقتصادي مفصلي في الدولة المصرية. وأنا دايما بقول إن ممكن الناس ترجئ شوية الذهاب إلى المدارس أو الجامعات، وترجئ الذهاب إلى المستشفيات طبعا، لكن إنما السلع ملف السلع والغذاء هو أمن اقتصادي طبعاً. فعشان كده فخامة الرئيس بيولي اهتمام كبير جدا بتواجد السلع وإتاحتها، وإن ليها مخزون آمن يفي باحتياجات البلاد لفترات طويلة. وعايز أقول لحضرتك في السياق إن حتى الدول الكبيرة احتفاظها بالمخزون بيبقى تقريبا شهرين. فلما احنا نصل باحتياطي آمن يصل إلى 8 شهور، يبقى احنا 4 أضعاف متوسطات الاحتياطي على مستوى العالم. ده طبعا بيتطلب ان يكون عندنا سلاسل امداد قوية، تنوع في مصادر السلع، بدل ما نجيب مثلا سلعة زي القمح من 3-4 دول، النهاردة بنجيب سلعة بتاعت القمح من 8-9 دول. واكبر دليل على نجاح الدولة في ادارة هذه المنظومة الاقتصادية في ظل ازمة كورونا. في ظل ازمة كورونا لم يشعر المواطن باي نقص في اي سلعة أو في أي تحركات سعرية، أو أن هناك عدم إتاحة في بعض المحافظات. لم نسمع أي شكوى في ذلك. هرجع حتك ونعرف ليه ما حصلش شكوى، والحمد لله إزاي قدرنا نحقق هذا التأمين المهم جدا للسلع الاستراتيجية. لكن الأول لما بتكلمني عن المستودعات أو المستودعات الاستراتيجية دكتور إبراهيم، بتقولي إن هي في 7 محافظات، إيه هي المحافظات دي واختيارها كان على أساس إيه؟ اولا كان في دراسه متانيه ان المستودعات الاستراتيجيه تتواجد متاخمه لاماكن الانتاج وقريبه كمان من المواني اللي بيتم استيراد السلع اليها والكثافات السكانيه، ومين المحافظات المحوريه اللي ممكن المحافظه الواحده تخدم على 3-4 محافظات
في الإقليم. فابتدينا بسبع محافظات، ابتدينا بأربعة في المرحلة الأولى، الشرقية والسويس والفيوم والأقصر. في المرحلة الثانية هيبقى عندنا الجيزة، ودي يعني ضمن إطار القاهرة الكبرى، هيكون عندنا كمان إسكندرية، وهيكون عندنا الإسماعيلية. كده بالسبع محافظات المحورية دولت أكون غطيت الجمهورية من حيث التخزين الآمن لهذه السلع الأساسية. تخيلي مثلا حضرتك أن عشان محافظة من المحافظات تتحصل على السلع الأساسية كان بيروح مثلا القاهرة، يروح على سوق العبور، أو يروح على مجموعة من الصوامع موجودة في تركزات في بعض المحافظات. الانتشار الجغرافي لهذه المستودعات الاستراتيجية بدراسة اقتصادية حقيقية قالت لنا ان احنا السبع محافظات يجب ان يتواجد فيهم هذه النوعية من المستودعات الاستراتيجية. المستودع الاستراتيجي الواحد مساحته من 20 فدان حتى 100 فدان. تكلفة الاستثمارية للمستودع بتتراوح من 3 مليار جنيه إلى 6 مليار جنيه. المستودعات دي كلها مميكنة، بتبقى فولي أوتوميتد روبوتيك، المخزون بيدخل على ركات معينة، بيتم دخول وخروج السلعة بطريقة أوتوماتيكية، بنقدر نحصر عدد السلع اللي موجودة وحجم السلع اللي موجودة على مستوى الجمهورية. صانع القرار بيبقى عارف أنا عندي النهاردة من أزازة الزيت قد كذا، كم كيلو سكر، كم صلصة طماطم، كم كيلو رز، فبالتالي بتقدري تديري المخزون بطريقة آمنة وبطريقة استراتيجية. ده طبعا كان مجهود كبير جدا عشان نعمل مجموعة من الكراسات الخاصة بمواصفات هذه المخازن الاستراتيجية، لأن هذه النوعية من المخازن ما كانتش موجودة على مستوى الجمهورية. زي في الفترة السابقة ما كانش عندنا مناطق لوجستية، فالنهاردة أصبح عندنا مناطق لوجستية قاب قوسين أو أدنى من إنشاء مستودعات استراتيجية، عندنا بورصة سلعية، والنهاردة كمان كان عندنا الفرنسويين عشان نبتدي نعمل 8 أسواق جملة على مستوى الجمهورية. احنا عندنا 28 سوق جملة للخضر والفاكهة على مستوى المحافظات، وعندنا في القطاع الغير رسمي ما يقرب من 600 وشوية سوق للصناعات الغذائية. هذا حصر كامل وشامل بالأسواق اللي موجودة على مستوى الجمهورية. دايما كان التحدي في إدارة هذه الأسواق، مش مشكلة أنك تعملي سوق للجملة للخضر أو الفاكهة أو أسواق متخصصة للملابس أو للذهب، ولكن كيفية إدارة طبعا هذه المنظومة هي ديت التحدي الكبير. زي ما قلنا المستودعات الاستراتيجية، ما أنا ممكن أعمل مستودع بس هيتم ادارته ازاي؟ السوفت وير اللي بيستخدم طب فيه. طب هيتم تخزين مثلا السلع الاساسيه فيه ازاي كمنتج نهائي لطرحها في الاسواق بعد كده؟ برافو على حضرتك. كل ما يتم تخزينه هو منتجات نهائيه. هنخصص 10% لوجستيات تخدم على المستودعات الاستراتيجيه لفرز وتعبئه وتغليف، انما في النهايه اللي هيكون موجود على الركات او على الرفوف هي سلعه نهائية. وتقدري حضرتك بقى من المستودع ده يبتدي يوزع أو يعمل ديسباتشنج للسلع ديت لكل الأسواق والسلاسل التجارية. يبقى لو الستوك أو المخزون نزل عن درجة معينة في مجموعة من السلاسل، يتم إمداد هذه السلاسل من قبل المستودعات الاستراتيجية. أما المناطق اللوجستية فهي فيها جزء من الصناعات التحويلية. فلو أنا بتحدث عن المنظومة بتاعة التجارة، منظومة التجارة يجب أن تتكون من منتج ومن منطقة لوجستية ومن مستودع استراتيجي ومن أسواق ومن سلاسل تجارية. كل القطاع دوت وكل المنظومة ديت محتاجة إدارة اقتصادية قوية للغاية، سواء للإنتاج أو للتوزيع أو للاحتفاظ بالمخزون. هدي لحضرتك مثال الصوامع. عندنا القمح، احنا بننتج تقريباً 30% من القمح محليا وبنستورد حوالي 70%، وان شاء الله الفتره الجايه هيكون هناك هنزود النسبه للمنتج محليا. وخلي بال حضرتك ان القمح المصري المحلي من افضل انواع الاقمح على مستوى العالم، وافضل من حيث النوعيه او الفيتشرز بتاعته، وافضل بالنسبه للخبز بتاعنا. يعني الخبز المصري احنا يعني بالمره احنا بننتج 275 مليون رغيف كل يوم الصبح. ده في المخابز التموينيه اللي هي تقدر ب 30 ألف مخبز
تموين. لو انا بتكلم على افرضي حضرتك المراكب جابت الاقماح من الخارج وجبنا الاقماح من الداخل من المزارع، طيب تخزين الاقماح دي هيكون فين؟ كان الحقيقه بتتم تخزينها في صوامع بدائيه وفي شوان ترابيه. النهارده واحنا بنتحدث لدينا 74 صومعه، والصومعه الواحده من اول 60,000 طن سعه تخزينيه حتى 90,000 طن. بقى عندنا احتياطي امن من الاقماح والحبوب يصل الى 4 شهور، وده في الجيل الثالث من الصوامع. والنهارده كمان بنتوافق على صوامع حقليه عشان نشيل خالص فكره الشون الترابيه لان بيبقى فيها فقد كبير، فاقدر ان انا اقفل المنظومه بتاعت سلعه اسمها القمح. بقى عندي سلاسل امداد من الخارج من 8-9 دول، بقى عندي 75 صومعه داخل الجمهوريه منتشره، عندي تخزين امن للاقماح، ما فيش فقد ولا هدر، فبالتالي هذه الصوامع بتروح تودي المنتج للمطاحن، والمطاحن بتوصله للمخابز، والمخابز بتوزع الرغيف. ده انا بقول لحضرتك في سلعه واحده. شوفي بقى اللوجستيات بتاعت هذه السلعه عامله ازاي. بكلم حضرتك على سلعه فيها 50 مليار كل سنه. هل ممكن نقول ان مستودعات المخزون الاستراتيجي دي يعني ماده عمر المخزون اللي موجود عندنا لمده اطول، يعني حسب ما انا فاهمه ان هي بتمتد 8-9 شهور قدام؟ احنا بنستهدف 8 شهور. زي ما قلت لحضرتك اللي عندنا حاليا انيا عندنا احتياطي سلعي من حوالي 25 سلعه يفي احتياجات البلاد لمده من 4 شهور ل5 شهور. توجيهات فخامه الرئيس ان احنا ندبل، تبقى دبل الضعف، فبالتالي يبقى من 8 شهور الى 9 شهور عندي مخزون امن من السلع الاساسيه اللي انا ذكرتها. انا ما عنديش مشكله في القمح، ما عنديش مشكله في اللحوم والدواجن، ما عنديش مشكله في البقوليات، ما عنديش مشكله في السكر، ما عنديش مشكله في الزيوت. وبالتالي اصبح النهارده تحت اي ظرف يحدث فيروس اخر، ان كورونا تمتد بعض الشيء، انا امن على الاحتياطي بتاعي، واقدر ان انا اوصل المخزون ده السلعي لكافه السلاسل والاسواق في اي وقت. هل يعني ممكن نقول كمان ان في مواصفات اشتراطات تكلمنا عنها حضرتك دكتور ابراهيم خاصه بانشاء هذه المستودعات، وهل المواصفات دي مطابقه كمان للمعايير الدوليه؟ ده سؤال عظيم جدا. يعني المخازن اللي موجودة عندنا لا ترتقي كانت للمعايير الدولية. لما وضعنا هذه الاشتراطات والخصائص للمستودعات الاستراتيجية كان التوجه ان احنا ايه نبدأ من حيث انتهى الآخرون، والمخازن دي بعد كده هتساعدني كمان في البورصة المصرية للسلع، لان عند تداول سلعة لازم تكون السلعة ديت سبوت، يعني حاضرة في المخازن والمستودعات. عايز اقول لحضرتك الفترة اللي فاتت لقينا اقبال من شركات بتتعامل في اللوجستيات والمخزون، مثلا مش هقول على شركات محليه، بتكلم مثلا على علي بابا، على امازون، دي كلها شركات عالميه بدات تبحث عن مساحات تخزينيه. لان خلي بالك الفتره بتاعت كورونا الناس دايما كانت بتشتري السلع بتاعتها من المنافس، النهارده السلعه بتطلع من المخزن للمستهلك. كل الاي كوميرس والاونلاين تريد السلع دي مش جايه من السوبر ماركتس، دي جايه من المخازن. التلفزيون ده مش بيجي من المتجر، ده بيجي من المخازن. فالتحول النهارده ان التجاره هتبدا تاخد منحى اخر وهي التجاره الالكترونيه. حتى بيقال في اوروبا ان بحلول 2050 هيبقى 70% من المشتريات بتاعه الناس عبر الوسائل الالكترونيه. فحضرتك مش هتشوفي السلعه لايف، انت بتشوفيها على سكرين وبتختاري الباسكت، والباسكت بتجمعي السلع ديت وبتدفعي اونلاين، والحاجه بتصل الى حضرتك في البيت. احدى السلاسل التجاريه المهمه جدا في مصر، وهي سلسله صغيره لها اسم كبير، كانت حجم مبيعاتها الشهريه قبل كورونا 5 مليون، بعد كورونا بقى 50 مليون اونلاين. يعني الاونلاين شوبينج بقى كام؟ 10 اضعاف ما كان عليه. وبالتالي يعني حتى رغم جائحه وجود هذه الجائحه لكن بالعكس استفادت وضعفت شوف كم مره. بالظبط. والتوجه خلي بالك حضرتك ثقافة المستهلك بدأت تتجه إلى الأونلاين شوبينج، وكم التطبيقات اللي ظهرت والأبليكيشن كجزء من التحول الرقمي النهارده أصبح فظيع. إحنا بنتحدث عن تجارة إلكترونية في مصر، وأنا هخص حضرتك برضو بهذا الرقم، يصل إلى 400 مليار حجم التجارة الإلكترونية اللي في مصر. 400 مليار من 1.2 تريليون، يعني أنا بتحدث عن تلت التجارة اللي بتتم
داخل جمهورية مصر العربية بتتم عبر أبليكيشنز أو مجموعة من التطبيقات الإلكترونية. فالحقيقة هذا الملف الذي يسمى التجارة يمثل خمس الاقتصاد المحلي، تلت العاملين في الدولة المصرية بيشتغلوا في قطاع التجارة، يعملوا في قطاع التجارة، هو الثاني أكبر قطاع من حيث معدلات النمو. وأنا بتكلم على التجارة ما بتكلمش على تجارة الجملة والتجزئة، بتكلم على تجارة الجملة، التجزئة، صناعات تحويلية، لوجستيات، نقل متعلق بصناعة الغذاء والملابس وخلافه. فحضرتك بتتحدثي عن منظومة اقتصادية كبيرة داخل الاقتصاد القومي المصري. طب ماذا عن قيام 7 شركات دولية ومحلية كمان بشراء كراسة الشروط دكتور إبراهيم من أجل المساهمة في إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية؟ احنا كنا الأول الحقيقة أهم حاجة كان عندنا إن احنا نضع كراسة المواصفات، المخازن دي مواصفاتها إيه؟ من حيث الناحية الفنية، المعالجات المالية هتتم إزاي؟ خلي بال حضرتك مش الدولة اللي بتنشئ المستودعات الاستراتيجية للأكل، إنما اللي بينشئ هذه المستودعات هو القطاع الخاص بالشراكة مع الحكومة. أنا بدي الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة، وإدينا ميزة مهمة جدا للقطاع الخاص، قلت له أنا هضمن إن أنا هاخد منك تلت المساحات التخزينية لسلع حكومية، وبالتالي القطاع الخاص أو المطور أو الشركات الأجنبية والإقليمية والمحلية عندها قدرة إن هي تخزن للغير في 70% من المساحة. طيب أنا أفدت القطاع الخاص إن هو ضمن كاش فلو أو تدفقات نقدية من قبل الحكومة، إن الحكومة هتخزن عنده 30% من إجمالي هذه المساحات. الحقيقة لما عملنا المواصفات وطرحنا، الحقيقة كان التصور إن هيكون هناك إقبال متوسط. لقينا الحقيقة زي ما قلت لحضرتك 7 شركات، وفي شركتين الحقيقة في صورة كونسورتيوم مع الشركات أو داخلة في تحالفات مع الشركات التانية، فوصلنا إلى 9 شركات. لما طرحنا ال4 فرص الاستثمارية أو ال4 مستودعات الاستراتيجية، تقدم لكل شركة اشترت 4 كراسات، فبقى عندنا في المتوسط 16 كراسة تم سحبهم لمستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية. ده يؤكد على حاجة، مصداقية الدولة، ده رقم واحد، العائد على الاستثمار من قطاع التجارة، فترة الاسترداد بتاعت الاستثمارات بتاعتهم معقولة، فبالتالي أصبح هناك باشن أو شغف إن الشركات دي تتواجد في مصر، سوق كبير، الدولة بتعظم الاحتياطي بتاعها كما لم يحدث من قبل، وزي ما قلت المتوسطات العالمية بنتكلم على شهرين، فما تصل حضرتك إلى 8 شهور و9 شهور، ده خلى مصر ترتقي في الفود سيكوريتي إندكس أو في مؤشر الأمن الغذائي على مستوى العالم، بأن نحتل من ضمن مصاف ال10 دول التي لديها احتياطي آمن من السلع الأساسية. هايل، اتعاملتوا بقى إزاي فعلا مع جائحة كورونا دكتور إبراهيم في ظل عالم كله كان بيعاني من هذه أو مازال طبعا بيعاني من هذه الجائحة، وفي دول كبيرة حصلت لديها فعلا أزمة في السلع الأساسية أو في السلع الغذائية، إحنا إزاي قدرنا الحمد لله إن إحنا يعني نزن هذا الأمر وما يحصلش عندنا أزمة؟ هو الحقيقة لو تفتكري كان الموضوع بدأ بعد رمضان، ودايما في شهر رمضان بيبقى عندنا احتياطي آمن من السلع، بنزود حجم المخزون لأن الاستهلاك أكبر بيبقى. لأن الاستهلاك في شهر رمضان بيتضاعف، فبالتالي كان لدينا مخزون. الإضافة إلى هذا الأمر إن إحنا عندنا مخزون، إن إحنا ابتدينا ننوع في سلاسل الإمداد بتاعت السلع دي، زي ما قلت بدل ما بشتري منتج سين من 3 أو 4 دول، ال3 دول ممكن يقفلوا المواني بتاعتها، ممكن تقفل. طيب ما أقلل المخاطر ويبقى سلاسل الإمداد عندي من 9 أو 10 دول، فده واحد إن أنا I mitigated risk أو ابتديت إن أنا يعني أقلل من المخاطرة من خلال التعاقدات مع أكثر من مصدر لسلاسل الإمداد، هذه واحدة. الثانية الحقيقة القطاع الحكومي والقطاع الخاص ضاعف من إنتاجه، بدل ما بيشتغل مثلا شيفت واحد بقى بيشتغل 3 شيفتس، سمحنا للنقل بتاع التريلات والعربيات اللي هي بتحمل الصناعات الغذائية ان هي تشتغل على مدار اليوم. عارفة حضرتك ساعتها كان في بعض الحظر في بعض الوقت، الحقيقة سمحنا للمنظومة ان هي تعمل ب3 أضعاف، زي ما بقولت لحضرتك بدل الوردية بتشتغل 8 ساعات، طب ما احنا هنشتغل
24 ساعة، فبقيت أزود حجم الإنتاج. لما حجم الإنتاج زاد المخزون زاد، عشان كده لما المصريين زادت استهلاكاتهم ما كانش فيه مشكلة إن تاني يوم الصبح الرف في السوبر ماركت يبقى مليان بنفس الصنف وبنفس السعر. وخلي بال حضرتك من حاجة مهمة جدا، إن كل السلع كانت متاحة على مستوى الجمهورية، لم نشهد محافظة واحدة أو مدينة محافظة عندها قصور أو نقص في أي سلعة على مستوى الجمهورية. يعني الجزء اللي بقوله ده مهم جدا جدا، لأن واحد إن أنا عددت مصادر الإمداد، بدل ما باخد السلعة ديت من 3 دول بقيت أخدها من 9 دول، هذه واحدة. ثانيا إن أنا رفعت إنتاجية المصانع التي تعمل في صناعة الغذاء. ثالث حاجة سمحنا ليهم إن هم يتواجدوا في الهاي ويز والشوارع، ينقلوا هذه البضاعة من المخازن حتى السلاسل والسوبر ماركتس. تمام. طيب دكتور إبراهيم، اسمح لنا هنروح نتابع هذا العرض اللي بيوضح جهود تطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر، ونرجع نكمل حوارنا. خلينا نشوف. رجعنا لحضراتكم، وأنا عايزة أروح للشركة المصرية أو شركة البورصة المصرية للسلع اللي حضرتك رئيس مجلس إدارتها دكتور إبراهيم. كلمنا عن هذه الشركة وإيه الهدف من إنشائها. إحنا من زمان، من 2004 وبنتكلم على بورصة للسلع، ويمكن عندنا كان زمان في الثلاثينيات والأربعينيات بورصة للقطن وبورصة للبصل وكلام من هذا القبيل، ولكن حقيقة الأمر ما كان موجود في مصر ما هي إلا مزادات ومزايدات بتتم على سلع. طيب إحنا قلنا عشان نبني بنية تحتية حقيقية لقطاع التجارة الداخلية وتكون هذه البنية كفء، محتاجين لنظام تداول وتطبيقات إلكترونية ما بين المنتج وما بين المستهلك، بس المنتج هنا شركة والمستهلك هنا شركة. فحضرتك بتقولي النهاردة مثلا حضرتك بتنتجي فليكن رز، كان ايه اللي بيحصل؟ بيجي تاجر كبير يروح للتاجر الصغير او المنتج للرز وياخد منه الانتاج بتاعه ويخزنه عنده في بعض المخازن، وهكذا تتداول السلعه من تاجر الى اخر، من وسيط الى اخر، لكي تصل في النهايه الى المنفذ او السوبر ماركت، يكون السعر بقى مالتيبلز، تضاعف اكتر من 3-4 مرات بسبب هذه السلاسل الطويلة من الوسطاء. طيب في النموذج بتاعنا منتج الرز هيقدر يخش بعضوية على البورصة ويقول أنا عندي كذا طن رز جودة ألف أو ب أو جيم، وكذا واحد هيخش على المنصة الإلكترونية ويقول أنا بطرح السلعة بتاعتي اللي هي في الحالة ديت الرز، في الجانب الآخر هيكون هناك مجموعة من المشترين. يبقى هو سوق منظم عبارة عن منصة إلكترونية لتداول السلع ما بين المنتج وما بين المستهلك. المستهلك ممكن يكون سوبر ماركت، ممكن يكون فندق، ممكن يكون مستشفى، ممكن يكون بروكر ياخد السلع دي. طب إيه اللي عملناه؟ إن إحنا قللنا الاحتكار وقللنا الوسطاء من التجار اللي هم كانوا بيعملوا هوامش ربح في كل تداول وفي كل محطة من هذه المحطات. بقاش في شفافية كبيرة جدا، حضرتك تقدري تطلعي على متوسطات الأسعار يوميا للسلع اللي بيتم تداولها على منصة البورصة السلعية. خلي بال حضرتك شركة البورصة لا تمتلك سلعة، إنما هناك تاجر وهناك مستهلك. كل دوري كبورصة مصرية للسلع إن أنا بخلق هذه المنصة الإلكترونية للتداول، ولكن بشروط، ومن يسيء التداول بيشطب أو بيتم يعني دفع غرامة كبيرة عليه أو يتم إيقافه
من التداول على البورصة السلعية لفترات معينة. نحن نستهدف في النصف الثاني من السنة القادمة يكون أول تريدة بالبلد، يعني أول تريدنج لسلعة هتتم على البورصة السلعية. إمتى يبدأ العمل في البورصة؟ في النص الثاني إن شاء الله. إحنا عملنا العقود، بنختار دلوقتي التريدنج سيستم أو نظام التداول. نظام الساتلمنت والمقاصة بيتم النهاردة، وإحنا الحقيقة شركائنا في هذا الأمر البورصة المصرية للأوراق المالية، هم شركاء لينا، ليهم تلت الحصة بتاعة المال بتاع شركة البورصة. فبالتالي إحنا الحقيقة استعنا بالناس اللي عندهم الخبرة والتجربة في عملية التداول وعملية الساتلمنتس بتاعة التداول. طيب بقى في اشتراطات العضوية؟ بقى في اشتراطات في العضوية. إن شاء الله في الربع الأول اشتراطات العضوية هتطلع إلى نور، والناس تبتدي، الناس التجار يعني أو الشركات تبتدي إن هي تتقدم للعضوية في البورصة المصرية للسلع. فالحقيقة البورصة المصرية هو يعني العنصر الرابع في منظومة التجارة الداخلية، بجانب الأسواق بتاعة الجملة، بجانب اللوجستيات، بجانب المستودعات الاستراتيجية. خلي بال حضرتك من 4 سنين احنا ما كانش عندنا حاجة من دي خالص. يعني لما ارجع كده اقول ايه، هل كان عندنا مستودعات استراتيجيه؟ لا، ده احنا عندنا مخازن كده لغايه ما تفرج. هل عندنا بورصه سلعيه؟ كان عندنا مزادات، ما كانش عندنا بورصه سلعيه. طب عندنا مناطق لوجستيه؟ لا، ما كانش عندنا مناطق لوجستيه. هل عندنا اسواق منظمه بالقدر؟ ويعني في هذا السياق انا اقول لحضرتك عدد اسواق الجمله المنظمه على مستوى الجمهوريه 28 سوق جمله، في حين عدد الاسواق العشوائيه، انا بتكلم على الاكل والشرب خضر وفاكهه، 600 وشويه سوق. انا عايز اعمل 8 اسواق جملة كبيرة زي الاسواق اللي موجودة في فرنسا وفي بريطانيا وفي المانيا. عشان كده النهاردة كان عندنا اكبر شركة في اوروبا في ادارة اسواق الجملة للخضر والفاكهة، وحصل معاهم مفاوضات، هما بيعملوا دراسة تنتهي في ابريل، هنحدد المواقع اللي هيكون فيها اسواق الجملة على مستوى المحافظات، وبادئ ذي بدء احنا بنتحدث عن 8 اسواق جملة كبيرة بمساحات تصل إلى 100 فدان فأكثر. فإحنا بنتكلم على منظومة جديدة تماماً في إدارة التجارة في مصر. هل يعني البورصة السلعية المصرية هل هي يعني هتشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة يا دكتور إبراهيم؟ ده صحيح. عشان كده بقول لحضرتك إحنا بنحاول إن إحنا نحيد الوسطاء، اللي حضرتك التاجر الرز أو المزارع بتاع الرز هيبقى عنده فرصة مباشرةً ان يطرح السلعه بتاعته على المنصه من غير ما ينتظر تجار يجوا ياخدوا منه المحصول. بس انا باكد ان البورصه المصريه للسلع بتتعامل في سلع حاضره فقط، واحط حاضره ما بين قوسين. يعني ايه؟ ما فيش فيوتشر تريدنج، ما فيش مشتقات، ما فيش ان انا بعمل تريدنج لسلع في المستقبل، ده لسه بعد كده هيجي. فاللي احنا بصدد تنفيذه النهارده على الارض هي اسواق منظمه، بورصة سلعية، منصة إلكترونية لتداول مجموعة من السلع. وأنا هنا ما بتكلمش على سلع غذائية، احنا بنفكر يكون عندنا الحديد، القطن، الذهب. خلي بال حضرتك الذهب ده من ضمن السلع الهامة جدا في ثقافة المجتمع المصري. المجتمع المصري لو أنا بتحدث عن الذهب تداول السنة الماضية ما قيمته 250 مليار جنيه. Yeah. 250 مليار جنيه. طيب عايز اروح لملف تاني وهو بقى الخريطه الاستثماريه اللي بتتضمن يعني احتياجات كل محافظه. اولا عايزين تفاصيل اكتر عن هذا الملف والخريطه، وهل بتختلف ملامح الخريطه من محافظه لاخرى؟ بشكر حضرتك. الحقيقه اول ما شرفت ان اكون عضوا في وزاره التموين والتجاره الداخليه كان اول شيء فكرنا فيه ان احنا نعمل خريطه استثماريه للانماط التجاريه على مستوى 27 محافظه. فدرسنا طبيعة المحافظة، الكثافة السكانية في كل محافظة، القوى الشرائية، متوسط الإنفاق ومتوسط الدخل، وشفنا إيه الأنماط الحالية الموجودة. طب المحافظة دي فيها كم مخزن؟ طب تستحق أن يكون فيها كم مخزن؟ المحافظة دي فيها كم سلسلة تجارية؟ طب تستحق أن يكون فيها كم سلسلة تجارية؟ فيها كم منطقة لوجستية؟ طبعا ما كانش ولا محافظة فيها منطقة لوجستية. النهاردة قيد التنفيذ 8 مناطق لوجستية طبقا لدراستنا لاحتياجات كل محافظه. يعني احتياجات المحافظه بتوضع في الاعتبار اثناء وضع الخريطه. احنا ما قدرناش نعمل الخريطه الاستثماريه الا عقب الانتهاء من هذه الدراسه، وبشوف ما هو قائم من انماط تجاريه مقابل ما هو مستهدف ويتناسب مع زياده التعداد السكاني لهذه المحافظه. يا
يعني محافظة زي الوادي الجديد تختلف عن محافظة زي القاهرة، محافظة زي الإسكندرية تختلف عن محافظة زي الإسماعيلية، لأن كل محافظة وليها كثافة سكانية مختلفة وليها أنماط تجارية مختلفة. فأقدر أقول ما يخدم هذه المحافظة وتعدادها طبقا لإنفاقها أو متوسطات الإنفاق ومتوسطات الدخل، يبقى أنا عايز في المحافظة ديت مثلا ثلاث مناطق لوجستية، عايز خمس مراكز تجارية، عايز عدد من السلاسل التجارية، عايز اتنين سوق للجملة. فما أقدرش أقول أنا بستهدف إيه إلا لما أكون درست اقتصاديات كل محافظة على حدة. وفي النهاية خلصنا إيه اللي مطلوب تنفيذه من أسواق جملة ومن سلاسل تجارية ومن مراكز تجارية ومن مستودعات استراتيجية ومن مناطق لوجستية على مستوى كل محافظة من هذه المحافظات. طب وإحنا بنتحدث النهاردة بعد ثلاث سنوات من تفعيل هذه الخريطة الاستثمارية، أصبح عندنا 18 مشروع في 11 محافظة باستثمارات 50 مليار. الاستثمارات دي كلها جاية من القطاع الخاص، أنا شريك للقطاع الخاص. توجه الدولة إن إحنا نعطي مساحة للقطاع الخاص في هذه الأنظمة التجارية. أنا مش عايز الحكومة تعمل أسواق جملة، أنا عايز القطاع الخاص يعمل أسواق جملة، وأنا هديله الأرض بنظام حق الانتفاع ورفق له الأرض على رأسها وساعده في التراخيص وأقول له انزل اتفضل اشتغل. فبالتالي أنا كده بشجع شركائنا من القطاع الخاص إن هم يجوا يستثمروا في منظومة التجارة في مصر، لأن حضرتك مصر سوق كبير 100 مليون، قوة شرائية كبيرة جدا. هقول تاني، أنا إحنا عندنا منطقة تجارية لوجستية في الغربية، أول ما فتحت سوبر ماركت مش هقول اسم السلسلة، سلسلة عالمية، زارها 40,000 مواطن في أول يوم. طب الفرص الاستثمارية الجديدة المتوقع طرحها يعني خلال الفترة اللي جاية، كلمنا عنها غير اللي احنا طرحناه قبل كده، اللي احنا طرحناه كتير قوي. احنا الفتره يعني الجايه يعني ايه الجديد؟ ايه اللي ممكن نقول انه هيبقى مختلف الفتره اللي جايه؟ زي ما قلت احنا خلاص بننهي موضوع المستودعات الاستراتيجيه، ده خدت منا وقت كبير سواء للدراسه او لوضع المواصفات والخصائص لهذه المستودعات الاستراتيجيه ثم طرحها ثم التواصل مع المطورين والمستثمرين. الفتره الجايه عندنا اسواق متخصصه، هتلاقي سوق متخصص للذهب، هتلاقي سوق متخصص للملابس الجاهزة، هيبقى سوق نصف جملة. فهتبتدي تلاقي حضرتك أسواق متخصصة لبعض المنتجات، يعني مثلا إحنا عندنا الساغة ومعظم الورش بتاعة الذهب هتلاقيها في الجمالية. النهاردة بنفكر إن إحنا نعمل سوق للذهب جديد في مكان حديث ونجمع كل الورش مع الشروم أو مع المنافس ديت تحت سوق كبير زي الأسواق اللي موجودة في الدول الأوروبية. هذه نقلة نوعية في فكر أسواق، لأن أول ما بيتطرق إلى ذهنك سوق فأنت بتفتكري سوق خضار وفاكهة زي سوق العبور، لا، زي ما احنا بنعمل مع الشركة الفرنسية 8 أسواق جملة جديدة، فاحنا بنعمل أسواق متخصصة. الحاجة الأخرى احنا بنبص دايما على المشروعات الكبيرة، يعني مشروع الغربية دوت حجم الاستثمارات اللي فيه وصل لـ6 مليار جنيه. عندنا في الدقهلية عندنا إحدى الشركات الإماراتية بتعمل منظومة من منطقة لوجستية ومركز تجاري كبير بتكلفة استثمارية 2 مليار، عندنا في المنوفية، عندنا في الشرقية، عندنا في الفيوم، عندنا في الأقصر، عندنا في البحيرة. خلي بال حضرتك من المحافظات اللي أنا قلتها مش موجودة جوه القاهرة، أنا بطلع بره القاهرة. ليه بطلع بره القاهرة؟ لأن احتياجات المحافظات الأخرى لهذه الأنماط التجارية عديدة وعندها حرمان. أنا أغير في ثقافة المجتمع، يعني ما تلاقي حضرتك النهاردة ما تروحي الغربية ولا تروحي الشرقية، هل عندك مباني إدارية؟ هل عندك فندق؟ هل عندك مركز تجاري؟ هل عندك سوق؟ هل عندك سلاسل تجارية كبيرة؟ الحقيقة ما فيش كان غير البقال، والناس بتروح سينما مش عارف إيه، ولو حد بيخرج بيروح يقعد على قهوة، ولو أسرة كاملة عايزة تروح تتسوق بتنزل إلى القاهرة أو الإسكندرية. تخيلي أنا بنقل الأنماط ديت وبوديها المحافظات، فإيه اللي بيحصل؟ فإحنا بنغير من ثقافة المجتمع ويبقى تجربة تسوق عظيمة وثرية، وفي نفس الوقت ما خليتيش الناس تتحرك من محافظة إلى الأخرى. فبالتالي أنت بتوطني نماذج تجارية ذات مستوى حديث وتبقى موجودة على مستوى
الجمهورية. طيب عايزين نروح للتحول الرقمي، منظومة التحول الرقمي وجهود الرقمنة وانعكاسها على الوزارة بشكل عام وعلى جهاز التجارة الداخلية كمان والخدمات المميكنة اللي بيتم تقديمها للمواطنين. طيب طبعا انت عارفة حضرتك ان احنا ابتدينا نتجه الى الاقتصاد التشاركي والاقتصاد الرقمي. طيب ده بيحتاج الى تحول في المنظومة، انك تطرحي عدد من الخدمات على منصات وعلى التطبيقات. فمثلا لو انت مثلا بتطلعي مستخرج رسمي من السجل التجاري، او انك انت بتضيفي نشاط في السجل التجاري، او بتحذفي نشاط، او بتتقدمي على استدلال او استعلام في السجل التجاري، دي كلها خدمات في السجل التجاري. فبدل ما حضرتك تروحي على السجل التجاري فممكن تاخدي مستخرج رسمي يوصلك لغايه البيت عبر بوابة مصر الرقمية في محافظة بورسعيد. أصبح هناك أربع خدمات من خدمات السجل. إحنا عندنا خدمات السجل التجاري بنتحدث على 12 خدمة، تلت هذه الخدمات أصبح مميكن. يوم الخميس الماضي افتتحنا مركز متميز للسجل التجاري في محافظة السويس. حضرتك بتتحصلي على الخدمة في نص ساعة. عندنا البوابة بتاع دعم مصر النهاردة كانت المفروض الناس بتروح للمنفذ التمويني أو تروح للمديرية عشان تضيف فرد في الأسرة أو تعمل فصل أو تعمل بدل فاقد أو بدل تالف. النهاردة بتخشي على بوابة دعم مصر وبتبتدي تقدمي هذه الطلبات إلكترونية. ده كله هو التحول بين أنك أنت تفصلي مقدم الخدمة عن متلقي الخدمة وتبسطي في الإجراءات والخدمة تصل لحضرتك لغاية البيت. ده جزء من منظومة التحول الرقمي. الحاجة الأخرى، إحنا كان عندنا 100 مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية، كل مكتب قائم بذاته. لو حضرتك كنت بتعيشي في الإسكندرية وانتقلتي للقاهرة وعايزة تعملي مستخرج من السجل التجاري بتاع الشركة، كان لازم حضرتك تغادري القاهرة وتصلي إلى إسكندرية. النهاردة ربطنا كافة قواعد البيانات للسجل التجاري. النهاردة ممكن تحجزي إلكترونيا، تروحي أنا عايزة أقول أني مكتب الساعة كام أتحصل على أني خدمة، وبتروحي وتلاقي الخدمات بتاعت حضرتك موجودة في الرقم والدور اللي انت عندك. العلامات التجارية كمان، وده ملف في منتهى الأهمية، لأن النهاردة التدليس في الأسواق وتقليد العلامات التجارية أصبح سمة العصر. وانت عارفة النهاردة الشركات ممكن رأس مالها كله في علامتها التجارية. شركة أبل فليكن النهاردة القيمة السوقية للشركة في علامتها التجارية. فأنا من خلال هذه المنصة بدعي كل الشركات إن هي تروح تسجل العلامة بتاعة المنتجات بتاعتها عشان ما يحصلش تقليد أو تدليس لهذه العلامة، فبالتالي يخسر الاستثمارات بتاعته. فتحنا مكاتب السجل لتلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية من غير ما تروحي للإدارة المركزية المختصة. ممتاز، أنا بشكرك جدا على وجودك وتشريفك لنا النهاردة دكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز التجارة الداخلية. شرفتنا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لحضرتك. وهنروح لفاصل، وبعد الفاصل مواجهتنا الثانية وسباق الوصول إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا بين العواصم وبعضها. استنونا.